إذن يا أطفال، رايحين اليوم نكتشفوا المزرعة التربوية. يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر. كما وعدناكم تابعوا معنا عمو يزيد شو صباح كل يوم أثناء العطلة الشتوية. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعمو يزيد يرحب بكم وألف تحية. كيفاش البابات كيفاش يهضر مع وليده ويعطيله ما معنى الاحترام؟ يقول له: لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي. ويلاتي يا ويلاتي، لم أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة أجل، عمو يزيد شو يأتيكم كل يوم على 10:30 صباحا. كونوا في المواعيد، حبكم يا أطفال. اليوم رانا متواجدين في مدينة سكيكدا. عمو يزيد، عمو يزيد، عمو يزيد. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية.